البداية ستكون معكم دكتورة طيب حمدي، وستكون بالسياق الذي جاء فيه عرض رئيس الحكومة أمام مجلس النواب. طبعا السياق هو التواصل حول سير تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية. هذا التنزيل يستوجب قطاعا صحيا قويا فعالا وأيضا قريبا من المواطنين. هل يكون هذا المشروع الذي يحظى بالاهتمام والمواكبة الملكية من خلال أجندة زمنية مضبوطة، هل يكون مدخل إصلاح جذري وهيكلي لقطاع الصحة انتظره المغاربة طويلا ويستحقونه؟ بالضبط هذا ما كنا نتمناه، ونتمنى كذلك اليوم على أن الإجراءات التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة يوم الاثنين أمام مجلس النواب فيما يخص تنزيل مشروع المراجعة الجذرية للمنظومة الصحية، واش نعطيو الكلمات المعنى ديالها. في 2018 كان خطاب ملكي في عيد العرش كينادي بمراجعة المنظومة الصحية بشكل جذري، ماشي الإصلاح فقط ولكن مراجعة بإصلاح جذري. باش نتكلموا على إصلاح يعني جذري للمنظومة الصحية كاين عدة أسباب وهناك سياق. أولا المنظومة الصحية وصلت بالطريقة التي كانت تشتغل بها، وصلت إلى مداها ولم يعد من الممكن أن يعود لها نفس لمواصلة السير بنفس الطريقة. ثانيا كانت هناك ضرورة، اليوم عندنا مشروع ملكي كبير لتعميم التغطية الصحية، وتعميم التغطية الصحية هو قرار ليس سهلا، يعني انتقلوا من 14 مليون مغربي اللي عندهم التغطية الصحية واللي هما خدامين ومعروفين القطاعات ديالهم وعندهم أجر، انتقلوا ل 36 مليون مغربي تكون عندهم التغطية الصحية، فيهم اللي ما خدامش، فيهم اللي خدام قطاعات غير مهيكلة، فيهم اللي خدام قطاعات بشكل أفراد. 36 مليون مغربي ليس من السهل لا إدخالهم للتغطية الصحية ولا توفير التوازنات المالية. فإذا هناك واحد سياق عام، هناك جائحة التي أظهرت للجميع لأنه الصحة هي واحد الركيزة، ليس فقط هي حق من حقوق الإنسان، ولكن الصحة عليها كيتبنى الاقتصاد، عليها كيتبنى التنمية، وعليها كيتبنى التعليم، وعليها كيتبنى الحياة الاجتماعية. فإذا كان من ضروري اليوم في هذا الوقت بالضبط على أنه الحكومة تكون منسجمة مع التوجيهات الملكية وتبدأ في المراجعة الجذرية الحقيقية للمنظومة الصحية. ويمكن أن نتكلم خلال هذا المساء تمام على علاش هذه الوكالات اللي كتخلق. سنتساءل في إطار معكم، سنتساءل طبعا مضامين هذه الخطة الحكومية، مضامين هذه الخطة وأهم المراجعات التي جاءت بها على مستوى تدبير هذا القطاع.